دلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقرات حلقتنا وهي فقره وان شوت، واللي بيركز فيه على اللقطات الايجابيه والاخبار الايجابيه. وخبر اليوم من البرتغال، بعد ما توجت فريده خليل اللي عندها 13 سنه بذهبيه منافسات فردي السيدات ببطوله العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنه، متفوقه على عدد كبير جدا من اللاعبات طبعا في بعثه المنتخب. وعايزه اقول لكم ان بعثه المنتخب بتسيطر بشكل كبير جدا على القاب هذه البطوله، حيث حققت مصر حتى الان ذهبيه تتابع فرق الرجال وذهبيه فرق الناشئات وذهبيه فرق الناشئين وفضيه فردي الرجال عن طريق عمر عبد القادر، بالاضافه كمان لذهبيه امس اللي احرزتها فريده خليل. طبعا فوز احمد الجندي بذهبيه الخماسي في اولمبياد باريس الاخيره ادت كده دفعه كبيره جدا للشباب الصغير انه عاوز هو كمان يبقى بطل اولمبي، وان شاء الله يكون عندنا كتير جدا زي احمد الجندي في كل الالعاب.